بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليلة صافية رائعة، جو كورة، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. أوه. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة، ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعة، المستوى العالي في مباراة اليوم. من ملعب الكامب نو مع كل برشلونة، الصورة المعتادة 90,000 خلف الفريق الكتالوني. بداية أحداث اللقاء، ميسي خسر المواجهة أمام خصمه، الحكم يشير لوجود خطأ ضربة حرة، إنذار مستحق في رأيي. تمكن من افتكاك الكرة. كازيميرو يسيطر على الكرة. رافائيل فاران، كرة طولية من الحارس، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. ليونيل ميسي يغير اتجاه اللعب على الجناح، يحصل عليها كروس. ميسي يلعب كرة بينية، يلعبها إلى ديمبلي. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. برشلونة هو صاحب الضربة الأولى. يلعبها طولية لكريم بنزيما. يا له من تصدي من حارس المرمى. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. ركنية قصيرة، كروس
فيها ضربة ركنية. كروس يلعب كرة قصيرة، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم مباراة يطلق صافرته. نعم أظن الحكم سيكتفي ببعض الكلمات. لمسة بينية، يلعبها إلى الحارس، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كرة طولية من الحارس. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. ميسي في موقع التسلل، يحاول تمريرها من بين المدافعين، يستعيدها ديمبلي، فرصة هجوم معاكس. ماذا بعد كل هذا؟ هل يمكن أن يسجل الآن؟ مودريتش، كرة على الطرف، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى الفريق. انطلاقة من جهة اليمين، ويلعب كرة عرضية، كرة للمنطقة الأمامية، والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. إيقاع عالي جدا، قدموا إيقاع حقيقي هو المناسب في مباراة اليوم. تناغم تجانس كبير بين اللاعبين، قوة شخصية في هذا اللقاء، وأيضا تألق كبير أمام المرمى. نستعد مشاهدينا الكرام لشوط المباراة الثاني. برشلونة يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف، احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. يحاول أن يلعب كرة بينية، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. تعود الكرة إليهم مرة أخرى، لوكاس فاسكيز، إيدن هازارد يحاول، فكريم بنزيما، مجهود رائع منه، كان جاهز ليلعب الكرة. كرة طويلة للأمام، انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة، ينجح في المرور، يحاول لعب الكرة بالرأس. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. يمر يلعب كرة بينية، ليونيل ميسي، والكرة في الشباك. لا يمكن أن تلوم في حارس المرمى اللي لم ينجح في رؤية الكرة.
مدريد يدفع بأوراق جديدة، يتم تغيير في هذه الأثناء. النتيجة 2-0، تقدم بهدفين، يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. يلعب الكرة للمنطقة الأمامية، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. مرت الكرة بشكل جميل، لمسة بينية، ينطلق إلى الأمام بسرعة. برشلونة يحصل على الكرة مرة أخرى. ديمبلي يلعب كرة بينية، تسديدة من أول لمسة. يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى، إنهاء بشكل رائع في موقف واحد على واحد. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. رافائيل فاران يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. جدار دفاعي غير عادي، تركيز كبير جدا في مباراة اليوم. جوردي ألبا يرتكب مخالفة واضحة جدا. إيسكو أضاع فرصة سهلة للغاية، عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. الكرة بالخطأ من ضربة المرمى إليه مباشرة. ليونيل ميسي يلعبها طويلة على الطرف، مساحة خالية على الجانب. إراءة ممتازة من الدفاع، الدفاع كبير. رافائيل فاران، أودريو زولا، هازارد. مدريد يعاني كثيرا من اجل ان يحتفظ بالكرة. كريم بنزيما مودريتش كازيميرو، انتهت المباراة. قدموا عرضا رائعا من اللعب الهجومي، كانوا يخترقون الدفاع متى ارادوا. هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي؟ مثل هذه اللقاءات بالتأكيد لا نحب نهايتها، كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ. شكرا جزيلا على مشاهدتنا، وتنتهي هكذا التغطية لمباراة الليلة.